في حفل عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، منحت جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة درجة الدكتوراه الفخرية لسعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، لدورها في تمكين مكانة المرأة العربية في مجالات التعليم والدبلوماسية وإرساء السلام وتعزيز الحوار بين الشعوب. المزيد في التقرير التالي. احتفال مرموق وتكريم رفيع في مقر الأمم المتحدة في جنيف جسد مكانة مملكة البحرين في إرساء قيم السلام وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات، تم خلاله منح درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة لأول امرأة عربية سعادة الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي. إن هذا التكريم الرفيع يؤكد الدور المهم لمملكة البحرين في نشر وإرساء قيم السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي تحت قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله. وأيضا هذا التكريم يؤكد الدعم اللامحدود الكبير والرعاية الشاملة التي تحظى بها المرأة البحرينية من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهذا يمكن المرأة من تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية. وأنا أعبر عن بالغ اعتزازي لمنح هذه الدكتوراه الفخرية كأول امرأة بحرينية عربية من جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة، هذه الجامعة العريقة التي تحمل رسالة نبيلة في تعزيز الصداقة والتعاون ما بين الشعوب، وهذا ما نؤكد عليه في مملكة البحرين. الجائزة تمنح للعلماء والمختصين من ذوي الخبرة النوعية والعاملين المتميزين والمؤثرين في المجالات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بملف السلام. تكريم شخص مثل الشيخة رنا هو إدراك لدور المرأة في مختلف المجالات، هي قيادية مهمة في مجال التعليم في بلدها، لكن ليس هذا فحسب، إنما أيضا في الحوار والدبلوماسية والتسامح والحوار بين الأديان والتدريب في مجالات مختلفة. لقد ناقشنا معها ومع إدارات الجامعات البحرينية بهدف مشاركة البرامج مع التركيز على التفكير بالقطاعين الأهم اليوم، حل النزاعات من جهة والمناخ من جهة أخرى. ويمثل الحصول على الدكتوراه الفخرية من جامعة السلام تقديراً عالمياً لمدى التأثير الإيجابي وفعالية جهود الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى آل خليفة في دعم الدبلوماسية الدولية وتعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب في كافة المناصب والمهام التي أوكلت إليها. أول سيدة بحرينية عربية تتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة السلام الشريكة للأمم المتحدة، اختيار جاء نظراً لدور الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة في تعزيز دور المرأة البحرينية ولا سيما في الاقتصاد والإدارة والتعليم. دينا أبي صعب، جنيف، تلفزيون البحرين.